مشاهدينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان اهلا بحضراتكم. كثير من متابعينا من الراغبين في التقدم لحجز الوحدات السكنيه بمشروع دار مصر بيبحثوا حاليا عن طبيعه الاقساط المقرره على حجز هذه الوحدات وبيسالوا يا ترى مع التغيرات الاقتصاديه الاخيره الاقساط هتكون شكلها ايه؟ ده اللي هنستعرضه مع حضراتكم خلال هذه التغطيه. التفاصيل بتقول انه بتستمر وزاره الاسكان في تلقي طلبات الحجز لشقق الطرح الجديد باربع مشروعات باجمالي 22 الف شقه من اهم المشروعات اللي بيتم طرحها هو مشروع دار مصر وللتقديم في شقق دار مصر بيتم سداد 80 الف جنيه مقدم حجز او جديه حجز تتواجد شقق دار مصر في مدن 15 مايو العبور دمياط الجديده برج العرب الجديده باجمالي 512 شقه وحدات بتكون كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري. جت أقل شقة في مدينة برج العرب الجديدة بمساحة 100 متر بلغ سعرها 612 ألف جنيه التقديم على هذه الوحدة يتم سداد مبلغ 80 ألف جنيه حجز واستكمال الـ 20% من ثمن الشقة فبيتم سداد 51 ألف جنيه وقت التعاقد بيتم سداد 61 ألف جنيه وكده بيكون الحاجز سدد 30% من ثمن الوحدة يتم سمن سداد ثمن الشقة على ثلاث أنظمة سداد إما ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو سبع سنوات يتم سداد الأقساط كل ثلاث شهور فلو تم اختيار نظام الثلاث سنوات هيكون القسط الربع سنوي خمسين ألف جنيه أما لو على خمس سنوات بيكون القسط خمسة وثلاثين ألف جنيه ولو على سبع سنوات بيكون القسط تسعة وعشرين ألف جنيه كل ثلاث شهور باقي أسعار الشقة في مشروع دار مصر جاءت على النحو التالي في مدينة العبور سجل سعر المتر 7610 جنيه ووصلت سعر الشقة الميت متر ل 761 ألف والشقة المية وخمسين متر لمليون ومية واحد وسبعين ألف جنيه أما في مدينة 15 مايو سعر المتر سجل 7200 جنيه وصل سعر الشقة المية وثلاثين متر ل 735 ألف جنيه أما في مدينة برج العرب الجديدة سجل سعر المتر 6120 جنيه، وصل سعر الشقة ال 140 متر لمليون و8000 جنيه. أما في دمياط الجديدة سجل سعر المتر 7985 جنيه، وصل سعر الشقة ال 130 متر لمليون و38000 جنيه. لو انتقلنا لجزئية أخرى خاصة بالشروط المطلوبة للحجز والتقديم، هتكون كالتالي: أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية. تاني حاجة ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام في تاريخ الطرح وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد ثالثا لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة وأن لا يكون سبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي رابعا بتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها. خامسا واخيرا يعتبر الاعلان وكراسه الشروط جزءا لا يتجزا من عقد البيع ومكملا لاحكامه. دي كانت كل المعلومات المتعلقه بشقق دار مصر بالتحديد ضمن مشروعات وزاره الاسكان المطروحه حاليا. بتمنى نكون قدرنا ننقل الصوره كامله لحضراتكم. شكرا على طيب المتابعه والى اللقاء.